مثل ما تعرفون احنا الفتره اللي راحت دخل يعني الفيروس دخل العفو اللقاح ضد فيروس كورونا يعني للعراق، فبالتالي انواع عديده وتوزعت على اكثر من 60 مركز طبي داخل العراق، وكلنا كل القنوات الفضائيه وكل كادر قناه الرشيد كنا دائما نوعي ونحفز الناس ان هي تروح وتاخذ هذا اللقاح. لكن اللي صار انه خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه العراق بحاجه الى 13 سنه واكثر لاكتساب مناعه من فيروس كورونا بسبب عدم اقبال الناس للقاح. مثل ما تعرفون انتم المفروض انه 70% من كل دولة الشعب مالتها ياخذ لقاح فيروس كورونا حتى يقدرون يقضون على هذا الفيروس، فبالتالي هنا اذا استمر طبعا اخذ اللقاح بهذه الوتيرة، طبعا بحسب موقع كوفيد فيكس العراق يحتاج لحوالي 13 سنة، اي ما يعني ما يقارب 5167 يوم تحديدا تاريخ 30 ماي 2020 لاكتمال اعطاء اللقاح، اللي هو 70% من نسبة السكان حسب معدل اعطاء اللقاحات. وايضا ذكر ان 70% هي النسبة المحددة للحصول على طبعا مناعة القطيع والقضاء على فيروس كورونا، بس للأسف احنا مثل ما نشوف انه الناس مدى تاخذ اللقاح مو مدى تلتزم بالإجراءات الوقائية، اكو ناس خايفة اكو ناس مترددة. دائما اني ايضا وزملائي نبه على نقطة كلش مهمة، انه انت قبل لا تروح تاخذ اللقاح لازم تسوي المسحة، تتأكد من نفسك انه انت ما مصاب بفيروس كورونا، بعدها تقدر تروح وتاخذ اللقاح، وبعدها فترة لازم ترجع تاخذ الجرعة الثانية من اللقاح. واكيد نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. كارثة اذا 13 سنة يلا نقدر نخلص من هذا الفيروس يعني من